Yeah, when I touch down, when I come to visit, I need somebody to teach me how to do this as soon as I get off the plane. I need to know. خوتي خوتتي السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم مستر أمين في فيديو جديد. منذ بضعة أيام دي جي سنيك أو دي جي حنش كما سموه الجزائريين أطلق كليب موسيقي بعنوان ديسكو ماغريب. في هذا الكليب الموسيقي دي جي سنيك مزج بعض الطبوع الموسيقية الجزائرية وبين بعض الناس من بعض المناطق الجزائرية. بما أن دي جي سنيك هذا معروف في العالم كامل ويتبعوه الناس من مختلف دول العالم، عنده أكثر من 22,000 متابع في اليوتيوب. كي شفت أنا الكليب هذاك درت له تعليق، أو لك تعليق اللي درته قلت فيه: The clip shows how a regular Algerian is. Simple, modest, welcoming, enjoys life and sometimes too crazy. وش حاب يقول؟ هذا الكليب يوري الجزائري العادي، قلت باللي انه كالكان دو سامبل، متواضع، مرحب، يعني يرحب بالاجانب، يستمتع بالحياة، وفي بعض الاحيان يكون كريزي. هذه كريزي هما مو الكلمة هذه قاعد تعرفوها، انا من ذاك يضربوا الهبال. التعليق تاعي حصل لحد الان على 20,000 لايك من مختلف الناس، منهم جزائريين منهم اجانب، وراه يخرج كثاني تعليق في الفيديو تاع دي جي سنيك. يعني يخرج التعليق الاول تاعو هو اللي داره في الفيديو تاعو، بعدها التعليق تاعي. لحد الان كل شيء عادي، ولكن الشيء الغير عادي اللي لاحظته هو التعليقات اللي كانت على التعليق تاعي. معظم التعليقات تقول انه الكليب هذا تاع القهويين. وزدت قريت تعليقات اخرى، لقيت بلي بزاف ناس قاعدين يقولوا بلي هذا الكليب شوه الصوره تاع الجزائريين، وبلي الكليب هذا اللي جازوا فيه كاع قهويين وما يمثلش الجزائر الى اخره. الشيء اللي فريمون حيرني وشوكاني وما كنتش نستنى انه المستوى هابط لهالدرجه هو انه كيفاش حكمتوا عليهم بلي هذو اللي جازوا في الكليب قهويين؟ على اي اساس؟ هل تعرفهم؟ هل شفت التصرفات تاعهم؟ على اي اساس حكمت عليهم بلي قهويين؟ هل بالنسبة لك القهوي بلون البشرة، يعني لما تشوفوا إنسان لون البشرة تاعه بني ويدير أي تصرف، سواء يشطح سواء يضحك سواء تحكم عليه بلي قهوي؟ أصلا وش معناها كلمة قهوي هذه؟ منين خرجت وش نقصدوا بها؟ هل أنت اللي راك تستعمل هذه الكلمة على بالك معناها، ولا جوست تستعملها هكذا برك؟ نهضروا شوية على هذه الكلمة الدخيلة على المجتمع تاعنا، كلمة قهوي، لأنه هذه الكلمة كما هذه ما تمثلش مجتمع مثقف ولا متحضر، تمثل مجتمع متخلف. دونك نقول لكم على، لانه قولوا لي وشنو هو الفرق بين كلمه ابيض واسود، يعني الراسيزم اللي كان اكزيستي باكري، وبين ابيض وقهوي. قولوا لي وشنو هو الفرق. هي عباره عن كلمه عنصريه، استعملنا كلمه كافي، استعملنا كلمه كعبه، ولكن كلمه قهوي فيها عنصريه. اولا نهضروا على الناس اللي تم وصفهم بهذه الكلمه، يعني الاوصاف اللي تنطبق عليهم. اولا هذه كلمه قهوي لا تطبق على كل من لونه قهوي ولا يجي من بعض الولايات الجزائريه، هي تطبق على واحد الانسان اللي تلمو يذي الناس بلسانه، بالنظره تاعو، بالتصرفات تاعو، ما عنده لا اصل لا فصل لا لي برينسيپ، وتلمو غارق في المعاصي، ربي رفع النور من وجهه، هذاك هو القهوي. يعني لما تشوفه ما ترتاحلوش، نقصد يعني اللي يوصفهم كلمه قهوي، يعني انسان منساس ولراسو اذيه. والراهي المشكله في الاستعمال المفرط لهذه الكلمه كلمه قهوي هي انه مع الوقت تصبح ستيريوتايب، يعني كل ما تشوف انسان البشره تاعو بنيه وغير يدير عفسه برك، عفسه حاجه اي حاجه، زعما تلقاها مع اصحابه في البحر، ها بدا يبلونجي ولا بدا جون سي با نيا يضحك بصوت عالي ولا حاجه، راح تحكم عليه باللي قهوي. على اي اساس؟ ولكن لو نفس الشخص ببشره بيضاء ولا روجي ويدير نفس التصرفات ما راحش تقول عليه قهوي. المشكله ما راهيش في هذاك الشخص ولا في الانسان اللي يستعمل كلمه قهوي ولا، المشكله هي انه المجتمع تاعنا ما عندناش هذيك العقليه تاع نكريتيكيو روحنا قبل ما نكريتيكيو الاخرين. تخيل روحك انت في بلاصه هذاك الانسان وراك دير نفس التصرفات، انت راح تلقى 1000 جوستيفيكاسيون روحك،
بصح كي يديرهم واحد اخرين انت راح تحكم عليه بلا ما تعرفه بلا ما تعرف الاسباب اللي خلاته يدير هذوك التصرفات. هل هذه التصرفات اللي يقوم بها هذا الانسان مؤذيه للاخرين ولا لا؟ لا هذا هو السؤال اللي لازم تطرحه قبل ما توصف هذاك الشخص بهذا الوصف. مثلا انسان راهو بالدراجات الناريه في الطريق راه يسوق عادي جدا ما قلقك ما قلق الاخرين، علاش توصفه بالقهوه؟ ولكن شخص في كورتاج غلقوا الطريق باش يحتفلوا وخلاوا الناس كاع في السيركيلاسيون، هنا اوصفهم بواش تحب. انسان من ولايه اخرى جايهم في ولايتك، اخي الكريم اختي الكريمه، البحر ماشي تاعك، من حق اي واحد يجي البحر يعوم لان الولايه تاعو ما فيهاش بحر. واحد ما قال لك باللي انت بما انك من ولايه ساحليه راك تحكم في البحر هذاك وديسيدي شكون يدخل وشكون ما يدخلوش. اي واحد عنده الحق يجي ويعوم كيما انت عندك الحق تروح للصحراء ولا تروح ولاية الوسطى ولا تروح للشرق ولا للغرب ولا للشمال ولا للجنوب. كل جزائري عنده الحق يتنقل في بلاده بكل حرية بدون عنصرية بدون أوصاف زائدة. لازم نتعلموا نتقبلوا بعضنا البعض، رانا شعب واحد وثقافة واحدة ورانا دين واحد رانا تاريخ واحد. نعودوا نرجعوا للكليب تاع دي جي سنيك، وروح شوف أي أجنبي وريلو الكليب هذاك راح يقول لك حاجه شابه. علاش؟ لانه هو ما يشوفوش بنفس الطريقه اللي تشوفو بها نتايا. هو هذا الانسان اللي راك تشوفو نتا قهوي بين قوسين، هو راه يشوفو مجرد انسان عادي راهو يرقص راهو يستمتع بوقته. نحكي لكم هذه العفسه اللي صرات لي ليا يعني بين قوسين لان عندها علاقه بالموضوع. كنت في تركيا وشفت احتفال تاع واحد الجماعه هكذا في وسط المدينه، يشطحوا واحد الرقصه تاعهم هكذا شادين يدين بعضهم ويشطحوا واحد الرقصه. انا عجبني الحال دخلت معاهم شطحت معاهم شطحه هذيك الرقصه هذيك تراديسيونيل، عجبني الحال وقت ممتع الى اخره. من بعد حتى حكمني واحد صديق ليا تركي قال لي واش راك دير، قلت له راني نشطح معاهم شطحه هذه عجبتني. قال لي انت مهبول، قال لي هذيك الشطحه تاع القهويين كي نترجموها حنايا الشطحه تاع القهويين ولا تاع الكوابا ولا تاع الاخر. قلت له علاش؟ قال لي هذوك اكراد. قال لي الاكراد هادو كذا وكذا 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 وحنا نشوفوهم كذا وكذا وكذا تقريبا بنفس النظره تاعنا حنايا لهادو اللي نسموهم القهويين. بصح انا كاجنبي ما شفت والو، انا شفت مجرد ناس راهم يستمتعوا بوقتهم وانا دخلت معاهم واستمتعت بوقتي ايضا. فاحنا هاد الاستيريوتايب وهاد الاشياء غير حنا اللي نشوفوهم، واحد اجنبي ما يشوفهمش بنفس الطريقه. ولهذا التعليقات تاع الاجانب كانت كلها ايجابيه وكلهم عجبوهم الناس اللي شافوهم في الكليب، ما شافوهمش بنفس الطريقه اللي شفناهم بها احنا. ولهذا مره اخرى لما يكون هناك يعني شخص اجنبي يعني جزائري الاصل ولا نفسه يحب يبين حاجه ولا ثقافه من الثقافات الجزائريه، لازم نحاولوا نشوفوا الجماليه الموجوده في هذاك الشيء، ما نشوفوهاش بعنصريه بطريقه متخلفه كما صرا في الكليب هذا. نتمنى انه تكون الرساله هذه وصلت. باش نتغيروا نحو الاحسن لازم نغيروا نفسنا، ما نقدروش نتغيروا بلا ما نغيروا نفسنا. لازم نتعلموا نحترموا بعضنا، نتعلموا نشوفوا بعضنا بطريقه ايجابيه، لازم نتعلموا ما نجوجيوش الاخرين. وكان كل واحد ينفيستي هذيك الطاقه هذيك في تغيير نفسه رانا اصبحنا احسن مجتمع في العالم. ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره. And thank you for watching and see you in another video. Goodbye.